أسعار المحروقات تنزل عن 15 درهم وحملة أخ النوشر حل مستمرة. نزلت أسعار المحروقات في المغرب عن 15 درهما بعد أسابيع من إطلاق حملة أخ النوشر حل التي لا زالت مستمرة، ويصر المشاركون فيها على نشر وسومها. ففي ظل انخفاض أسعار النفط في مستويات غير مسبوقة منذ فترة طويلة، لا يزال لوبي بيع المحروقات في المغرب مستمرا في رفع الأسعار، رغم أن أسعار النفط في العالم تراجعت أسعارها بأكثر من 4 دولارات للبرميل اليوم الاثنين بسبب مخاوف بشأن الطرف في الصين أكبر مستورد للخام في العالم، وقبل استجابة إيران لمقترح اقتفاق نووي قد يرفع صادرات البلاد من النفط.